عليكم ورحمة الله. الاسم القمري أحمد من سكنة حجيزة كفاعل جمعوي. اليوم جيت باش نهضر لكم على هذا الملعب القرب اللي هو ملعب القرب لحي الديزة. صراحة هذه واحد الإضافة كبيرة، وفي نفس الوقت مشكورين الناس اللي كيقوموا بالتسيير ديالو، منهم على راسهم السيد الرئيس كمال الشتوي رئيس الجمعية ديال النصر الرياضي، مدرسة كرة القدم واللي قوم بواحد التنقيب على المواهب اللي تبارك الله تفاجأنا بواحد العدد كبير اللي ظهروا في هذه المدة في وجيزة بظرف شهر. بحكم حي الديزة سميتو عنده مواهب، كيزخر مواهب لاعبين ما كيخص العين نقاب عليهم يكتشف، ولكن استطاعت جمعية النصر مدرسة باش تكتشف هذه المواهب وتطوير المهارات ديالهم. حقيقة يعني كيف كتشوف الشعور ديالك انت؟ الشعور ديالي انا كواحد من الساكنة او كفاعل جمعوي، حنا جد سعداء صراحة، سواء كان بهذه المدرسة اللي ظهرت على يعني على لا 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 النجاح ديال الكبير من 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 يعني من الشهر الاول ديالها، فصراحه برهنات على الحسن النيه ديالها، حسن ديالها وعلى الاقبال ديال الساكنه او اللي ما كنتوش متوقعينه. ازيد من 600 طفل اللي حاليا كيمارسوا في هذا الملعب، ومن هنا ما بقى لنا الا نشكروا سواء المسيرين بما فيه كما قلت السيد الرئيس جمعيه النصر والطاقم الشتوي والطاقم اللي معاه بما فيهم المؤطرين التقنيين، واللي يشرفونا اكثر هو انه كلهم من ابناء الحي صراحه. وما ننساوش يعني هذا الحي اللي فيه العديد من المواهب، ومنهم اللي كيلعبوا حتى على المستوى الوطني، منهم انور فريدي واللاعب المنتخب الكره الشاطئيه المغرب التطواني فيهم تبارك الله واحد العدد ناهيك على اللي ظهروا مؤخرا تبارك الله، كاين مواهب كبيره وكثيره، فهذا يشرف ساعة فضاءات فين تمارس تماما هنا، ولهذا باش كنطلبوا فضاءات اخرى بحكم ان عندنا الحمد لله واحد العدد ديال الاراضي الباقيه. يعني كنتمنوا على الله المسؤولين يشوفوا يعني ياخذوها شي رساله شي كلمه شي رساله ديالي للمسؤولين، يعني باقي كنطلبوا واحد الملعب اخر ملعب القرب بحكم عندنا الحمد لله الاراضي الشاسعه هنايا على جنب هذا الملعب نيت كاين اراضي. وكما قاولنا السيد البرلماني مشكور من هذا المنبر السيد العربي المرابط المعروف غني عن التعريف، قاولنا باش نزيدنا ملاعب، وحنا معاه حنا مع الناس اللي غيخدموا. ومن هنا ما بقى لي الا نشكر السيد جميع المسؤولين على راسهم السيد عامل جلاله الملك، السيد عامل عمله المضيق الفنيدق، والسيد الرئيس منيول رئيس المجلس البلدي سيد مراد منيول، ومن هنا كنتمنوا السيد الرئيس كما قلنا العربي المرابط، وحنا اللي خدم حنا معاه كساكنة لمصلحه البلد ومصلحه الشباب. وبما ان يعني هادشي ماشي في تحسن فما بقى لنا الا نشكر الجميع، وشكرا للجميع، وكنشكروا القناه الفجر السي حفيظ على راس السي حفيظ اللي كيجي لعنا حتى لعين المكان، فشكرا شكرا جزيلا وتحياتي مره اخرى وشكرا للجميع. سعيد العطار من حي سكان ديزا، كنتشرف اول حاجه بكلمه لهاد رئيس الجمعيه كمال الشتيوي والاخوه اللي معاه مساندين في المكتب، زائد حامد اللي اسس واحد الجمعيه اخرى. هاد المبادره بالنسبه لي من هاد الحي هذا مبادره جميله بزاف، على اساس كيجمعوا الوليدات كيعدوا لهم انشطه رياضيه، وكنتمنى تكون انشطه رياضيه وثقافيه. زائد كنتمنوا من المسؤولين على هذه الحومه والمقيمين عليها على اساس يزيدوا واحد المبادره اخرى، اسواح ملعب القرب جديد فيها فضاءات ترفيهيه وثقافيه وجميع الحاجه. بالنسبه لهذه الحومه كنظن على اساس عندها مستقبل كبير بالنسبه لهاد الشباب اللي كيتعاملوا مع الاطفال ديالنا، ولكن بيدي عندي الطفل هنايا كيمارس كره القدم دخل في شي تحسنات ما عندي بالنسبه لا تربويه ولا اخلاقيه، طور المهارات ديالو حتى التغيير الاخلاق ديالو هذا هو الدور ديالو.
زائد باغي نوصلوا حويسالة على اساس الاخوان هذه الحومه كامله كنتمنى يكونوا يد واحده ويمشوا في هذا القطار هذا على اساس تنميه الحومه ديالنا. شنو الاضافه اللي عطات جمعيه النصر لساكن حي الديزا؟ الاضافه بالعكس، الاضافه اللي عطات النصر هذه الجمعيه مدرسه كره القدم عطات واحد الانشطه ترفيهيه كبيره بزاف كانت كتفتقدها الحومه. وبالنسبه كنشوفوا حنايا الحد تبارك الله الاجواء هذه الاجواء جميله ورائعه جميله بزاف في هذا الطقس هذا تقريبا ما يناهز على 160 حتى 200 طفل اللي كيمارسوا هذه الرياضه هذه كيحضروا معهم الاولياء الامور ديالهم وكل شيء هذا شيء جميل هذا السلام عليكم، معك جمال الشقرة من سكنة حي الميزة. احنا في صدد المبادرة الطيبة ملاعب القرب والدوري الأحياء، كما مدرسة جمعية النصر لكرة القدم اللي فيها ولادنا كيلعبوا داخل المدرسة. احنا كنبغيو نوجهوا واحد الرسالة عام بعد المسؤولين ان بغينا فضاءات رياضيه تحتاج ملاعب كره اخرى وملعب الشاطئي. حنايا ان شاء الله بحول الله قائمين على تفعيل جمعيه اخرى جمعيه رياضيه اللي غادي يكون عندها صدى كبير ان شاء الله تاهي في المجال الرياضي والمجال الجمعوي. حنا كنتمنوا اننا نزيدوا قدام في الحي، اي جمعيه واي فاعل جمعوي ولا ساكنه في الحي كتمشي صفر صفر هي تلبيه. اخي جمال كي كتشوف هذه الاجواء الرائعه اطفال هنا كيمارسوا ملعب قرب حديزه هنا ديال المدرسه ديال النصر مع بعض الجمعيات. انت كتشوف هناك ما يفوق 100 ممارس هنا بحي الديزا. هنا مدرسه النصر وصلت 160 طفل من الكتاكيت والى جميع الفئات تقريبا 160 طفل. هذا اللي كيدل على ان هذه المدرسه هذه حاز واحد الحب كبير ضد الساكنه الحي الساكنه كاملين. وتينا كما هذه اجواء جميله هذا في هذا كتشوف هذا الدوري هذا والتنسيقيه اللي كتعمل جمعيه النصر مع جميع المدارس الاخرى لا داخل المدينه ولا خارج المدينه. كنتمنوا لها التوفيق وكنتمنوا اننا نشوفوها متقدمة كما انا عندي الوليدات هنا كيلعبوا الكرة. هذا شيء جميل الحمد لله. خالد الخولاني من ساكن حي الديزا. الحي هذا كنشوف فيه 20 سنة كنعقلوا كيفاش الحي كان وكيفاش كان الحي من التهميش والاقتصادي من جميع الجوانب من الرياضية والثقافية وكان شي جمعية كيسهروا على الحي. احتاجت هاد الجمعية ديال النصر للحي ديالنا خلقات وخلقت هاد الجو صراحة الله الجو هذايا كبير. هاد واحد الطفرة نوعية في كرة القدم بحي الديزا. مشى في الرياضة مشى في التربية علاش؟ لأن التربية هذاك الرياضة أخلاق. بما أن التربية أخلاق كانوا هاد الوليدات هادو كيلعبوا في الشارع ما كاين حتى شي حاجة مرة ديالنا كاين في الهواء الطلق بدون الطيار بدون أي حاجة. جاو الدراري الله يرحمهم الوالدين كونوا هذه الجمعية من لا شيء. وأهداف رياضية لا أهداف رياضية محضة ما كاين حتى شي حاجة ما كاين لا سياسة ولا هذه. شيخ خويا كيف كتشوف هذه الأجواء هذه الفرحة وهذه اللمة ديال الأطفال ديال هنا؟ كتشوفها سي حافظ دابا اللي كتفتقد قبل من قبل راه ما كاين حتى شي حاجة. راه اللي كتجي تشوف هذه البلاصة هذه راه كان فيها شي حوايج لا علاقة لها بالحياة أصلا كانت منعدمة من حياتها مرة. جاو الدراري تنشكروهم هذا المنبر هذا كونوا هذه الجمعية جمعوا الدراري تأطروهم. واحد النقطة إضافية أن الدراري هذو اللي تأطروا هذا الدبلومات ديالهم بعد أول حاجة ولاعبين سابقين ولاعبين ولاعبين سابقين في جميع أندية مارتي كانوا كيزولوا فيها. كامل الشيوي رئيس الجمعية وبدو تكون في هنا في الفرق مالي وواحد النقطة كما شو أنا اللي نسبي 2004 في اتحاد مارتي كامل هذه النقطة هذه إنسان والحومة
انسان خالق، انسان عنده غير على الحي وعلى المدينه. تخدم الحي، ما تخدمش الاغراض الشخصيه. هذا هو جمعوا هاد الدراري، كونوهم، هاد الشيء هذا تجمع بواحد العناء شاق كبير بزاف. ملي كنقول لك زعما واحد المشقه، راه ما تشويش على الجميع بكل صدق، راه هناك البعض كيشوشوا على العمل. انا راه كنشكرو باش ندير لك، انا راه ولادي في مارتين ما كانش جو دابا لهنايا. علاش؟ دابا انت راك في الرياضه وهادشي هذا، ما كاينش جمعيه رياضيه في الحومه اصلا. احتاجوا الدراري يجمعوا الدراري الحومه. شي كلمه اخيره، شي رساله. رساله هذا النظر هذا، خاص الجمعيه اللي يعاونها في اول حاجه. اهم شيء. لان اهم شيء خاص استمراريه. ماديا ومعنويا، ماديا ماديا. وخص يكون ملعب اخر. اخر. ملعب ما ليس كافيا. لان السكينه ديال اكثر من 14000 سكينه. سكينه. وملعب واحد لا يعقل، لا يعقل. لا يعقل كان واحد ملعب واحد. عندها ورغم عندها لاعبين انور فريندي كاين المنتخب الوطني. هذه كرافات بزاف. انور فريندي. عيسى السيودي هذاك خالجان يعقوب المنصور فهمتي ولا لا؟ الفريندي راه كيلعب في تمارا ونتمناو جات معنيات تكون اذن صغير لبناء ملعب اخر، هذا حق مشروع. هذا كنتمناو جات معنيات تشوف فينا بعين الرحمه، ماشي خاصها حتى شي حاجه، خاصنا الدعم لهذ الجمعيه. على حق الممارسه سيدنا راه استمراريه ليها فهمتي ولا لا؟ لان هذه الجمعيه هذه راه نقصات بزاف ديال وليات المنصور. هذا هو الاهم فهمتي ولا لا؟ راه خصنا نشكروا رعايه الجمعيه بنص على الله. انا هذا المره كنشكروا بزاف، لان هذا بحال الاخ ديالي. كيقدم خدمه كبيره للمدينه كاملين. واحد الحاجه بعدا راه وفروا واحد فرصه عمل لواحد ثلاثه ديال الدراري في الحومه. هذا اسر. هو الدراري عندهم اسر، كان عنده اربعه ديال العيال، كان عنده جوج ديال العيال. فهمتيني ولا لا؟ لان هذه المره كنشكروهم. وما كرهناش اللي بغى يدير شي حاجه اخرى يدير جمعيه ونعاونوا. منافسه شريفه حق تكون منافسه. منها يزدوا الملعب الاخر، الملعب القرب هنايا ويكون هادشي مستمر. كنت ملعب كرة فهمتي ولا لا؟ راه ما فيها باس، وكاين الملعب ديال كرة الشطية ان شاء الله يكون هنايا. يتم بناء الحومه. مواصفات الكرة الشاطئية باش تزيد واحد الإشاعة أخرى للحومه. الحومه. لأن الحومه راه كتهز واحد كبير. ولا ما كانش هاد الملاعب الرياضيه وهاد الجمعيه راه الدراري كانوا غيخرجوا انحراف انحراف وما شي حوايج ما لا يحمل قبل. شكرا خويا. شكرا سي حافي. هذا هو احنا كنحسوا راسنا الاستضافه الكريمه. هذا واجب. هذا واجب زعما كتضحي معنا وتجي عندنا هنايا. هذا حيك لا تعلم مارسنا الرياضه كنعرفوا ما كانش. كنشكروا السكينه ديال الحومه كامله على التفاهم ديالهم. راه خاصهم يعاونوا هاد الدراري هادو. طبيعي هذا الدراري هادو راه خذوا هاد البادره. خاص كل شيء يعاونوا، خاص كاع الناس ديال المجموعه ديال الحومه وكاع الناس الدراري اللي كيخدموا في شي حوايج اخرين يعاونوا هذه الجمعيه هذه. وشكرا هذا المره.